أنا لا أقيم سميرة. سميرة لا تقيم، سميرة عندها 50 سنة من الفن. أنا بالنسبة لي تتكلم بالمصرية أحسن ما تتكلم المغربية. بغيتها توصل ثقافتنا المغربية للمشارقة اللي ما تيفهموش اللغة المغربية. غير مرة مرة تقول كلمات مغربيين، متفق معك. ولكن هي ما تنساش هذه 40 عام وهي ساكنة في مصر، في القاهرة. والإنسان يتطبع. هذا موضوع طويل. ولكن أداء، ولا هدرت تما ما يفهموهاش. وهي هي ماشي نجمة مغربية، هي نجمة عربية. خصها تهضر ذاك اللغة الوسطى. بالعكس أنا شايف أداءها جميل جدا وتعبر عن اعتزازها بمغربيتها وحضورها تقوى البرنامج. تصور هذاك البرنامج بلا بها كان غيكون ناقص. ما تنساوش تكليكوا على الاشتراك على قناة صحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.